شو اللي صار؟ شو اللي صار معكم؟ ولا حاجة، قاعدين آمنين في البيت ولا في عنا أي مشكلة. نزلت البيوت علينا، البيت أنا عندي حوالي 200 نفر، والله ما بعرف مين ضل طيب. يعني أنا مستغرب أنا كيف طلعت عايش للأماني، أنا مستغرب كيف طلعت عايش. لكن أنا طلعت عايش عشان أوصل الرسالة للعدو ولأمريكا ولأوروبا ولكل دول العالم بأنه الشعب الفلسطيني لن يقهر وسينتصر عاجلا أم آجلا. وهذه المعركة هي معركة الانتصار ومعركة القدس، مهما طال الزمن أو قصر انتهى الموضوع. لا في مجال، ما حدش يحكي عن هدنة ولا حدا يحكي عن سلام ولا حدا يحكي عن أي حاجة. احنا اليوم مندافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية. والله لو أمعنوا فينا بالقتل والله لن نستسلم، والله لن نستسلم، والله لن نستسلم. شو المشهد؟ شو المشهد في مخيم الشاطئ؟ الناس ما بتعرف. مروع مروع، جثث جثث، أشلاء، بيوت بتنزل على ساكنيها. هم بيفكروا بدنا نتهجر؟ بيفكروا إنه بدنا نروح على مصر؟ والله هيهات. هم ما بيعرفوش طبيعة الفلسطيني. إحنا هاليوم ماتوا ولادي وماتوا إخواتي. أنا هيني مزروع في البيت وبدي اروح ارفع الركام وانام في البيت، واذا كانوا راجل نتنياهو يضرب كمان مره، وين نروح؟ هو هبيلي؟ لا، المره هذه فيش يروح على مصر، المره هذه علينا، على ارضنا، على فلسطين، على القدس. والله 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 مهما امعنوا فينا في القتل، قتلوا الاطفال، قتلوا النساء، لن نستسلم ولن نرحل من هذه الارض، بل سنتقدم الى ارضنا.